بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض مادة التسويق الاستراتيجي، وهنشرح إن شاء الله الموضوع الثاني بعنوان التخطيط الاستراتيجي التسويقي. هنا بنشوف السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة غلط أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية. هنا العبارة الأولى: يهدف التخطيط الاستراتيجي التسويقي إلى تحقيق المواءمة بين أهداف المنظمة وإمكانياتها والفرص التسويقية المتاحة في البيئة المحيطة بها. طبعا العبارة صح، والإجابة يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة للمنظمة في استغلال الفرص التسويقية المتاحة وتحقيق أهداف المنظمة. نشوف هنا السؤال الثاني: النجوم هي الشركات، النجوم يعني هي وحدات الأعمال أو الشركات التي لها حصة سوقية منخفضة في سوق منخفض النمو. طبعا العبارة خطأ. هنا بنشوف ان العبارة دي جزئين متركبين على بعض غلط. هنا طبعا هنا بنتكلم على النجوم من ناحية، وبنتكلم على وحدات الأعمال اللي لها حصة سوقية منخفضة في سوق منخفض النمو من ناحية تانية. طب هنا عندنا ان احنا بنقول ان لما نيجي نقسم الشركات في تقسيمه للشركات حسب نصيب السوقي ومعدل نمو مبيعات الصناعه. يعني في عندنا تقسيم للشركات او تصنيف للشركات حسب النصيب السوقي للشركه ومعدل نمو مبيعات، معدل نمو مبيعات الصناعه التي تعمل بها. طيب هنا بنقسم الشركات بقى حسب النصيب السوقي ومعدل نمو مبيعات الصناعة التي تعمل بها إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى بنسميها شركات النجوم، والمجموعة الثانية اسمها شركات بقرات النقدية، والمجموعة الثالثة اللي هي شركات علامات الاستفهام، والمجموعة الرابعة اللي هي شركات الكلاب. هنا الإجابة بنقول النجوم أو الشركات النجوم هي وحدات الأعمال أو الشركات التي لديها حصة سوقية كبيرة أو التي لديها نصيب سوقي كبير في سوق عالي النمو. يعني سوق عالي النمو يعني في صناعة معدل نمو مبيعاتها مرتفع، وتتجه هذه الشركات إلى زيادة استثماراتها. أما بالنسبة للشركات الكلاب أو وحدات الأعمال أو الشركات اللي هي لديها نصيب سوقي أو حصة سوقية صغيرة أو نصيب سوقي صغير في سوق منخفض النمو أو في صناعة معدل نمو مبيعاتها منخفض، وتتجه هذه الشركات إلى تصفية نشاطها والانسحاب من السوق. عندنا العبارة الثالثة بتقول بقرات النقدية أو الشركات بقرات النقدية هي وحدات الأعمال أو الشركات التي لها حصة سوقية منخفضة في سوق عالي النمو. طبعا هنا العبارة خطأ. فهنا الإجابة بنقول إن بقرات النقدية أو الشركات بقرات النقدية أو الشركات اللي هي قادرة على الحصول على تدفقات نقدية هي وحدات الأعمال أو الشركات التي لديها حصة سوقية كبيرة أو لديها نصيب سوقي كبير في سوق منخفض النمو. يعني إيه سوق منخفض النمو؟ يعني صناعة، أو إنها الشركات دي بتعمل في صناعة معدل نمو مبيعاتها منخفض. يعني بالرغم إن معدل نمو مبيعات الصناعة اللي بتعمل فيها دي منخفض، إلا أنها بتبقى قادرة على أنها تحقق نصيب سوقي كبير، وتتجه هذه الشركات إلى الحفاظ على نصيبها السوقي. بينما الشركات علامات الاستفهام هي وحدات الأعمال أو الشركات التي لديها حصة سوقية صغيرة أو التي لديها نصيب سوقي صغير في سوق عالي النمو أو في صناعة معدل نمو مبيعاتها مرتفع. الشركات دي بنسميها شركات علامات الاستفهام أو الشركات المشكلة، لأن هي بتحقق نصيب سوقي منخفض بالرغم ان معدل نمو مبيعات الصناعة اللي بتعمل فيها مرتفع. معنى كده ان الشركة دي عندها مشكلة داخلية، قد تكون ارتفاع التكاليف وارتفاع الاسعار، قد تكون انخفاض الجودة وغيرها. وتتجه هذه الشركات اللي هي علامات الاستفهام او شركات علامات الاستفهام الى النمو وزيادة نصيبها السوقي. نيجي للعبارة الرابعة: استراتيجية تنمية المنتج هي زيادة مبيعات المنتج الحالي في السوق الحالي. طبعا العبارة خطأ.
الإجابة بنقول إن استراتيجية تنمية أو تطوير المنتج هي تقديم منتج معدل أو جديد إلى السوق الحالي، بينما استراتيجية غزو السوق هي زيادة مبيعات المنتج الحالي المقدم إلى السوق الحالي عن طريق تخفيض السعر. السؤال الخامس بنقول إن بناء المكانة السوقية المستهدفة هو الخطوة الأولى لبناء علاقات مربحة للمنظمة مع العميل. هنا الإجابة بنقول بقى العبارة خطأ، وبنقول إن في ثلاث خطوات أساسية لبناء علاقات مربحة للمنظمة مع العميل، وهي 1 تجزئة أو تقسيم السوق أو تقسيم المشترين على أساس خصائصهم الجغرافية أو موقعهم الجغرافي أو محل سكنهم وخصائصهم الديموغرافية مثل النوع والسن والتعليم والدخل والحالة الاجتماعية والديانة والجنسية، أيضا التقسيم على أساس خصائص المشترين السايكوغرافية مثل نمط المعيشة والشخصية، وكذلك التقسيم المشترين على أساس سلوكياتهم مثل حالة الاستخدام ومعدل الاستخدام وحالة الولاء. الخطوة الثانية من خطوات بناء علاقات مربحة للمنظمة مع العميل أو بناء علاقة مربحة للمنظمة مع العميل اللي هي استهداف خدمة قطاع معين أو عدة قطاعات سوقية معينة. الخطوة الثالثة والأخيرة بناء المكانة السوقية المستهدفة للمنتج في أذهان العملاء. نفهم من كده بقى إن بناء المكانة السوقية المستهدفة للمنتج في أذهان العملاء تمثل الخطوة الأخيرة في بناء علاقة مربحة للمنظمة مع العميل. يجي هنا للسؤال السادس، يتكون المزيج التسويقي اللي هو الماركتينج ميكس من عنصرين أساسيين فقط، هما تخطيط المنتج اللي بنقول عليه برودكت بلانينج والترويج اللي هو بروموشن. طبعا المزيج التسويقي بنقول بيتكون من عنصرين، لا طبعا هو بيتكون من 7 عناصر، يبقى العبارة ايه خطأ. والإجابة يتكون المزيج التسويقي من 7 عناصر أساسية كلها بتبدأ بحرف البي اللي هي طبعا تخطيط المنتج اللي هو برودكت بلانينج، والتسعير اللي هو برايسنج، والترويج اللي هو بروموشن، والتوزيع اللي هو البليس، والعمليات اللي هي بروسيسز، والأفراد اللي هم بيبول، والبيئة المادية اللي هي فيزيكال انفيرمنت. نيجي هنا للسؤال السابع، تتم إدارة العملية التسويقية عن طريق القيام بأربعة خطوات أساسية. طبعا العبارة صح، فبنشوف خطوات إدارة العملية التسويقية. الخطوة الأولى اللي هي تحليل البيئة التسويقية للتعرف على الفرص المتاحة لاستغلالها والتهديدات الموضوعة لتجنبها وتقييم نقاط القوة للاستفادة منها وتقييم نقاط الضعف لعلاجها والتخلص منها. الخطوة الثانية وضع الخطة التسويقية. الخطوة الثالثة تنفيذ الخطة التسويقية. الخطوة الرابعة الرقابة على الأداء التسويقي للتأكد من تنفيذ الخطة وتحقق الأهداف الموضوعة. يجي هنا للسؤال الثاني اللي هو الاختيار من متعدد، فبنقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المتاحة. العبارة الأولى نقط هي مجموعة الأعمال والمنتجات التي تتألف منها الشركة. طبعا عندنا الاختيار الأول اللي هو رسالة الشركة، طبعا عارفين ان رسالة الشركة اللي هو دور الشركة في المجتمع او الغرض من وجود الشركة في المجتمع. الاختيار الثاني اللي هو اهداف الشركة. الاختيار الثالث اللي هو استراتيجيات الشركة. الاختيار الرابع اللي هو محفظة اعمال الشركة. طبعا الاجابة الصح هي دال، محفظة اعمال الشركة اللي بنقول عليها بيزنس بورتفوليو. فهي محفظة اعمال الشركة هي مجموعة الاعمال والمنتجات التي تتألف منها الشركة. شوف هنا السؤال الثاني، إن الاستراتيجية المناسبة للشركات النجوم هي في عندنا اختيار أول اللي هو الانسحاب أو التصفية، الاختيار الثاني اللي هو النمو، الاختيار الثالث اللي هو الاستثمار، الاختيار الرابع اللي هو الحفاظ. طبعا احنا عارفين إن الشركات النجوم دي اللي هي الشركات اللي بتحقق نصيب سوق أو اللي هي عندها نصيب سوق كبير وبتعمل في صناعة معدل نمو مبيعاتها مرتفع. طالما إن أنا نصيب السوقي، أنا كشركة نصيب السوق كبير وفي نفس الوقت معدل نمو الصناعة أو معدل نمو مبيعات الصناعة اللي أنا بشتغل فيها مرتفع، فإذا هنا المناخ مناسب لزيادة الاستثمارات. يبقى إن الاستراتيجية المناسبة للشركات النجوم هي الاستثمار اللي هو الاختيار جيم.
هنا بنقول السؤال الثالث ان الاستراتيجية المناسبة للشركات علامات الاستفهام او للشركات المشكلة هي عندنا الاختيار الف اللي هو الاول الاستثمار، ب الانسحاب، جيم الحفاظ، دال النمو. قبل ما نشوف الاجابة هنا طبعا بنشوف ان الشركات علامات الاستفهام او الشركات المشكلة كتعريف يعني هي عبارة عن الشركات اللي هي نصيبها السوقي منخفض وبتعمل في صناعة معدل نمو مبيعاتها مرتفع. طبعا هنا في حاجة يعني ايه مشكلة ان الشركة بالرغم انها بتشتغل في صناعة معدل نمو مبيعاتها مرتفع الا انها بتاخد نصيب سوقي منخفض. معنى كده ان الشركة دي عندها مشكلة او مشاكل داخلية، فالمفروض تحاول تحل هذه المشاكل الداخلية وتزود نصيبها السوقي، بمعنى صح تتجه الى النمو وزيادة نصيبها السوقي. يبقى هنا الاجابة الصحيحة هي النمو. يبقى ان الاستراتيجية المناسبة للشركات علامات الاستفهام هي النمو، الاختيار دال. عندنا السؤال الرابع، نقط هي تقديم منتج جديد او منتج معدل الى السوق الجديد. طبعا في هنا اربع بدائل. البديل الاول اللي هو تطوير المنتج او استراتيجية تطوير المنتج، ب استراتيجية التنويع، ج استراتيجية غزو السوق، د استراتيجية تطوير السوق. طبعا هنا طالما انا بقدم منتج جديد او معدل الى سوق جديد يبقى دي بنسميها التنويع او استراتيجية التنويع اللي هي الاختيار ب. السؤال الخامس، نقط هو التخلص من المنتجات او وحدات الاعمال او الفروع يعني بتاعت الشركة غير المربحة او التي لا تتلائم مع استراتيجية الشركة الكلية. طبعا عملية التخلص من المنتجات غير المربحة او الفروع غير المربحة دي بنسميها بقى ايه؟ في عندنا اختيار الف تجزئة السوق، اختيار ب تقليص او تخفيض حجم الشركة اللي احنا بنقول عليه داون سايزنج، وفي عندنا برضك جيم اللي هو استهداف السوق، ودال الرقابة التسويقية. انا الاختيار الصح هنا هو ب لا تقليص او تخفيض حجم الشركة اللي بنقول عليه داون سايزنج. نيجي للسؤال الثالث او الاسئلة المقالية. السؤال بيقول اشرح باختصار استراتيجيات النمو. فعندنا طبعا استراتيجيات النمو الاساسية اربعة، غزو السوق اللي هو تقديم منتج حالي الى سوق حالي، وتطوير المنتج وهو تقديم منتج جديد الى سوق حالي، وتطوير السوق وهو تقديم منتج حالي الى سوق جديد، والتنويع اللي هو تقديم منتج جديد الى سوق جديد. السؤال الثاني، وضح باختصار مفهوم العائد على الاستثمار التسويقي. طبعا في عندنا معادلة للعائد على الاستثمار التسويقي، واحنا هنفترض ان الاستثمار التسويقي هو الاستثمار في الاعلان، فتكلفة الاعلان هي بنسميها تكلفة الاستثمار التسويقي لتكلفة الاعلانات. نتيجة الاعلانات دي بيترتب عليها تحقق مستوى معين من المبيعات او زيادة في المبيعات، ونتيجة لهذه المبيعات الشركة برضك بتحقق ارباح. فعشان نحسب العائد على الاستثمار التسويقي فبنقول معادلة بتقول العائد على الاستثمار التسويقي بيساوي الربح المحقق من الاستثمار التسويقي على تكلفة الاستثمار التسويقي. طبعا الربح المحقق من المبيعات الناتجة عن الاعلان على تكلفة الاستثمار التسويقي او تكلفة الاعلان او الاعلانات. وبكده نكون انتهينا من شرح موضوع التخطيط الاستراتيجي التسويقي.